يا الله يا كريم. وعليكم السلام الأخت سمية. الأخ صقر تاع مليانة زكريا، أخ محمد الساسي، أخ حمزة، أخ عادل، خليو الناس يرقدوا شوية من بعد حنا نوضو. الوقت هذا يساعد الإخوة اللي راهم موجودين في كندا وفي أمريكا وفي أخ عبد القادر العيفة. الصوت راهو مليح الإخوة. الأخ جمال، جمال بن ساحة، صوت راهو جيد. الله يبارك فيك الأخ مختار سيد علي. الأخ اللي سألتني على الإذاعة حابسة، الأخ الكريم الإذاعة راها حابسة الآن. أخ زرهوني، أخ والعواد، وعليكم السلام الأخ عبد القادر. المهم ما راكش تسمع. أو منك بصح والله، منك بصح ماكش تسمع والله. والله صح. أو اصبر شوية، هكذا مليح، هكذا هكذا الصوت راه مليح. الأخ نديم محمود، يا أوكي، قالك الأخ راني نسمع ونشوف. ما شاء الله. الإخوة والأخوات، كنت درت تسجيل هذا المساء، نحاولوا أن نحي التعليقات. هكذا باش نقدر نركز على الحوار. الإخوة والأخوات، إذا كنت درت بث مباشر هذا المساء على الصفحة نتاعي بموقع نتاع اليوتيوب، وارتأيت هو أنه نتحدث هذه المرة مع الإخوة نتاع الفيسبوك، لأنه الجمهور تاع الفيسبوك والجمهور تاع اليوتيوب يختلفان. كاين بعض الإخوة يعني في الأغلبية، الناس اللي يعرفوني يعرفوني من خلال الموقع نتاع اليوتيوب، ولكن ما نديرش انا البث المباشر على اليوتيوب. جربته في وقت سابق ولكن ما البث المباشر على الفيسبوك، لانه كاين فيه بعض الاخوه اللي موجودين في الجزائر لا سيما يستعملوا بشكل اكثر، يستعملوا الفيسبوك، بالاضافه الى انه
حسب المعلومات اللي عندي الأغلبية نتاع الناس يستعملوا أنا استغربت في البداية هكذا لما نهار حدثوني قالوا لي بلي راه كاين أبونمون مع واحد من المزودين هذوك نتاع الإنترنت وفيها الفيسبوك تسمى شغل داير لهم أبليكاسيون ولا مش عارف أنا يدخلوا مباشرة. استغربت أنا في البداية ولكن من بعد أكدوا لي الإخوة قالوا لي بلي كاين منها صح. إذن هما يشوفوا في الغالب الفيسبوك من خلال المزود نتاع الانترنت هذا اللي رابطهم هو بالفيسبوك، لست ادري ما هي الاسباب. المهم احنا نستغلوا هذه الفرصه على جال باش نخاطبوا خواتنا وخواتاتنا الجزائريين ونتحدثوا بموضوعيه بعيدا عن الشتاء، لا للسلطه ولا للقياده نتاع الجيش ولا الاحزاب المعارضه ولا للشعب، حتى الشعب ما نشيتولوش مهما كان العدد نتاع الناس راهم اللي راهم موجودين في الارض. نتحدثوا بموضوعيه ونتحدثوا بالمنطق ونتحدثوا بالحجه ونتحدثوا بالادله، وكل انسان راه عنده راسه راه راكب معاه، يستطيع هو انه فيما بعد هو يوازن، يسمع للمتدخلين، يسمع للمحللين، يسمع للناشطين، يسمع لكل الناس، ويستطيع من خلال التمييز هو انه يميز بين الانسان اللي راه هو يرشد فيه للطريق نتاع الصح، راه يرشد فيه للطريق نتاع الحق، راه يدفع فيه للخير، وراه يدافع للبلاد، والانسان اللي راه هو قال مثلا يسعى للمصالح نتاعو او يسعى هو من اجل على جال باش هو يقسم البلاد او من اجل على جال باش هو يدير مضره للبلاد تحت اي غطاء، سواء كان الغطاء ديني او ديمقراطي او قانوني او تحت اي غطاء. راكم اذن راكم احرار، وكل انسان راهو عنده راسه راكب معاه. حبيت باش نحدثكم هذه المره الاخوه والاخوات اللي الان راهم فقط يتابعوا فيا، اللي ربما ما تبعوش المداخله اللي درتها في المساء على صفحه نتاع اليوتيوب، على الموضوع هذا المتعلق بتحديد الاولويات وتغيير الأقنعة، لا سيما بعد الخطاب هذا الأخير المنسوب لقيادة الجيش والقايد صالح. كنا تحدثنا في وقت سابق حول الخطاب هذاك اللي استعمله القايد صالح، والذي وضع فيه كما نقولوا الأصبع على الجرح، وين أنه تحدث على الدولة العميقة. وقلت أنا صراحة من أنه هذا الخطاب هو راه وضع كما نقولوا يدو على الجرح، وكان صريح وواضح من أنه في الخطاب هذاك الأخير هذاك مش نتاع اليوم هذا، وإن أنه كانت فيه رسائل مباشرة للشعب من أنه أيها الشعب القيادة نتاع الجيش راها معاك وراها تسعى من أجل تحقيق المطالب نتاعك، وتعد الشعب الجزائري على جال باش ما تسيلش قطرة نتاع دم. هذا هو الخطاب اللي قالوا القايد صالح عبر البيان اللي راهو منشور في وسائل إعلامية مختلفة، ونشرناه حتى في الصفحة نتاعنا نتاع المصالحة الجزائرية. وكنت أنا شخصيا قلت منذ سنوات، وتحدثنا على هذه الملفات نتاع الفساد منذ سنوات، ومن بين الخطابات اللي راها موجودة ومسجلة بالصوت والصورة في ندوة درناها الإذاعة نتاع وطني حول المافيا، وأنا وجهت خطاب للقيادة نتاع الجيش في هذا الموضوع بالذات نتاع المافيا، وقلت للقيادة نتاع الجيش باللي انتم السبب في حماية هذا اللصوص، تسجيل راه مازال موثق، انتم السبب في حماية هذا اللصوص، في حماية هذا المفسدين. واذا كان فعلا انتم وقفتوا مع الشعب الجزائري رانا نعودوا نمشيو لكم في الطريق ونتحيو لكم. وبالتالي انا درك لما القياده نتاع الجيش هي تمشي في الاتجاه الصحيح ساكون خادما
كما قلتهاش في تسجيل سابق وببلاش. ولكن إذا هذه القيادة نتاع الجيش حبت تتلاعب أو حبت هي تستعمل القناع، فسنكون بالمرصاد. الكل إنسان اللي يحاول هو أنه يتلاعب بالمصلحة نتاع البلاد. خطاب نتاع اليوم، أنا لست من هذوك الناس اللي هم يشوفوا في الأمور يا إما أنها بياض ويا إما أنها سواد، وقال الجماعة راها مع القايد صالح أو جماعة ضد القايد صالح. أنا مانيش من النوع هذاك، ولما نقرأ حاجة نقرأها كامل، مش نروح فقط هو أن نتبع أنا قال ثغرة أو حاجة. هما الآن لحد الآن راهم درك مازالهم هما يقولوا باللي الجيش راه مع الشعب، وراهم يطالبوا على جل باش هو من خلال هذا البيان الأخير هو أنه يكون فيه تأطير للحراك حتى لا تحصل يعني أشياء اللي قادرة هي فيما بعد تدخل البلاد في حيط. وبطبيعة الحال الإنسان درك هو لما يقرأ هذه المسألة يقرأها قراءة سطحية، هو فيما بعد راهو رايح يظل هذه راها قيادة نتاع جيش، وهذا القايد صالح راه ما هو إلا واجهة. عارف باللي الكلام تاعي هذا راه يضر بعض الناس، ولكن هذه الحقيقة. لما انت تقرأ بيان تشوف للمستوى نتاع القايد صالح، القايد صالح لا يستطيع تحرير بيان من هذا النوع، فيه ناس راهم يخدموا معاه، هو راهو فقط يتكلم بورت بارول تاع الجيش. درك هذه الرسالة المفاد نتاعها هما لا يكتبون، هذو مش نتوع الناس نتوع إنشاء أو الناس راهم قال مثلا قاعد فارغين الشغل وراهو قال يكتب التعليقات تاع الفيسبوك أو يدير في التسجيلات. هذه راها قيادة نتاع الجيش، راها عندها معلومات على المستوى الوطني من خلال التقارير التي ترد من كل المواقع. بالتالي لما يقولوا هما كلام من هذا النوع دليل من أنه فيه جهات فعلا تريد استهداف الشعب، وبالتالي على الشعب هو أنه يأخذ الحذر نتاعه من المتسللين، وهو أنه لا يقع ضحية نتاع الغباء أو يقع ضحية نتاع الثقة العمياء. قال والله المرة الجاية راهو قال الجيش، وبالتالي أنا طبق يديك وقعد تستنى حتى انت تطرطق. قال خذ حذرك أيها الشعب الجزائري من خلال هذه النقطة هذه بالذات. المسألة هذه نتاع الحوار، أنا ما رانيش مثل الناس اللي راهم يديروا هما يقراو في الأعذار للجيش، لا مانيش من نوع هذاك. دوك نجي إن شاء الله من خلال التحديد هذا نتاع الأولويات ومن خلال تغيير نتاع الأقنعة نتحدث على هذا النقاط هذا، ولكن الآن نتحدث على هذا البيان نتاع الجيش. إذن في هذه النقطة على أبناء الشعب الجزائري هو أنه يأخذوا الحذر نتاعهم. هذه الدولة العميقة الآن لما هما درك راهم مسكوا على واسمه رب ما بعده، بالتالي قادرين يتحركوا ناس وراهم بدأوا التحرك. يعني دوك الآن راهو رب ومعه ناس، وهما درك من خلال الرسالة اللي في البيان السابق المتعلقة تحديدا بالدولة العميقة وهذا جنرال توفيق، كانت الرسالة واضحة، قال باللي يا إما أنه يتحرك القضاء وإما راهو رايح يتابع قضائيا، ولما يتابع قضائيا من خلال التهم هذيك اللي راها موجهة له راها قادرة توصل. الأمور كبيرة، خليكم تفسيرات. فبالتالي درك هما الرسائل كما قلت لكم أنا في تسجيلات سابقة لم تكن موجهة لتوفيق في شخصه،
قلت لكم باللي راهو توفيق في شخصه قادرين يبعثوا له واحد من تاع الحرس البلدي. قال هز هز هذاك هاي يلا جيبو يبعثوا له كاتسون كات باشي هذيك تاع بكري هذيك يبعثوا واحد تاع الحرس البلدي بكاش ما قش بيا والله. قال راه جبنا ترى التوفيق هذا نقصر معاه. فهمتوا المسألة هي لا تتعلق بالتوفيق وإنما ما بعد التوفيق، خطر عارفين باللي هذا راهو أخطبوط وعنده مثل ما قلت لكم أنا حنش عنده سبع روس. بالتالي درك هما لما ذكرهم مسلوا على هذا طرطاق وهذا كونينف ربي يستر البلاد، راها بدات فيه تحركات. ولما هذه المساله هذه نتاع انه راه فيه قطاع نتاع سلاح والله هذه مش حاجه جديده، مش حاجه جديده. انا شخصيا كتبت التعليق عنده مده وبناء على معلومات كان فيه واحد من الاخوه الجزائريين اللي هما يخافوا على الجزائر، التقيت به هنا في فرنسا وقال لي راه عندي معلومات يعني نقولها لك ولعل الله كش ما تعرف ناس هكذا والله ذيك على جلبش. قال لي بلي راني كنت قاعد مع جماعة ها مش راهم يديروا راه فيه تحضير قبل ما يصير الحراك هذا. تعليق تاعي راه مازال مكتوب على الصفحة نتاعي، راهم فيه مجموعات راهم حتى يوجدوا في السلاح وراهم يطلعوا في ناس من الجزائر للخارج على جال باش يشاركوا في مظاهرات باش يعطيوا صورة للعالم، وراه فيه تحرك راهم ينتظروا في الساعة الصفر من أجل الفصل نتاع منطقة القبائل. والكلام هذا اللي راني نقول فيه أنا وهذا مش جديد، راهو فرحات مهني هو بنفسه راهو يقول باللي راه فيه تشكيل نتاع ناس اللي هزوا سلاح. هذا مش كلامي انا راني نقول فيه، خطر لا ربما فيه ناس هكذا يعطيو له تفسيرات قال مثلا عنصريه ولا قال هذا السيد هذا راه عنده مشكله مع القبائل. بالعكس ما عنده حتى مشكله مع القبائل، بالعكس انا راهم كاينين الناس لما نتحدث على كريم طابو ولا نتحدث على واسمه بوشاشي والله ناس اخرين هكذا لما نتحدث بموضوعيه كاين الناس اللي انا يتهموني. هذه معلومات، هذه مش نتاع تحليل قال لك انت تمد في رايك ولا تمد في وجهه نظر ولا كذا، هذه راها معلومات منها ما هو موجود. لكن هذا الشخص انا اللي كلمني قال لي في العاصمه راهم يتحركوا وكاينين الناس من السلطة على بالهم، وراني أنا نطرح في أسئلة. هذا هو الأخ هذا يقول لي أنا راني نطرح في أسئلة كيفاش السلطات على بالها ومش تحرك. الآن من خلال هالكلام اللي قيل على واسمه حداد وهذا الجنرال اللي راهم درك نحاوه وقال لك باللي راهم دخلوه للسجن وراه فيه قطع نتاع أسلحة وفيه ذخائر وفيه كذا، ينطبق مع هذا الكلام، معناتها باللي الكلام هذا اللي قلناه هو ليس جديد. إذن البيان هذا نتاع الجيش لما هو أشار للنقطة هذه على جال باش الشعب الجزائري يأخذ الحذر نتاعو، ما لازمش تفهم الناس فهم خاطئ، لازم الناس تأخذ الحذر نتاعها. كاين الناس اللي درك هما راهم ماذا بيهم على جال باش هما يدفعوا على جال باش تتخلط الامور. المساله هذه نتاع الجيش هو انه قال باللي راه كاين فيه حوار والناس هذو راهم كانهم متطرفين في المطالب نتاعهم وكذا، هذه مساله لانه الان الاصبع راه موجهه للقياده نتاع الجيش باللي راهو انقلاب، انقلاب عسكري. بالتالي هما راهم يقولوا لكم باللي ها هو بالدستور تاعهم، وهذا الناس اللي راهم درك هما يحوسوا على الحوار، هاو الحوار رانا ماناش حنا، راهو الشعب هو اللي راهو رافض الحوار مع هذا بن صالح والجماعه نتاعو، ماناش حنا
الدليل في ذلك هاكم تشوفوا، الدليل في ذلك هاكم تشوفوا اليوم في جبهة التحرير وش الشيء اللي راه صار. السيرك، سيرك على الهواء، وقال احنا خاطيين. درك المسألة وين راها؟ فيه الناس الآن راهو صار لهم خلط وما مش فاهمين الأمور. خلينا هو أن نتحدث الآن عن القضية هذه نتاع تغيير الأقنعة، وش نقصد بها أنا، والقضية هذه نتاع تحديد الأولويات. تغيير الأقنعة هو لا يخص فقط هذا الناس اللي راهم في السلطة، وإنما يخص ناس داخل فئات كبيرة من الشعب. راكم شفتوا ولعلكم واحد من القيادة نتاع الارندي اللي كان هو ماشي على الخط مع يحيى، سواء تعلق الامر بالسياسه نتاعو او بالخطاب نتاعو، سواء تعلق الامر بالسعيد بوتفليقه او ببوتفليقه، وكثير من الشخصيات اللي هي كانت تناشد فخامه الرئيس، وكانوا هما مع العهده الخامسه، كانوا ماشيين مع النظام قلبا وقالبا. وياما كثير من الناس اللي كانت تكتب في التقارير، ياما كثير من الناس اللي كانت تزور في الحقائق، ياما كثير من الناس اللي كانت تشهد في شهادة الزور، تحولوا بقدرة قادر إلى هو أنه ناس معارضين، بل في الصفوف الأمامية لهذا النظام، وصاروا هما أنه يطلبوا برحيل هذا النظام، وصاروا لا يتأخرون على أي جمعة. كل جمعة يا خويا راهم في الصفوف الأمامية، السيلفي ما عندي ما نقول لك يا خويا، واحد الصور ما شاء الله. تمنينا باش رانا في البرج يا خويا، تمنينا رانا في العاصمة وناخذوا صور ونديروا سيلفيات، على بالي باللي فرصة مانيش عارفين لا نلحقوا بها ولا ما نلحقوش بها. واحد الصور يا خويا ما شاء الله ما شاء الله، تحولوا هكذا فجأة، صاروا معارضين من الكبار، بالتالي غيروا من الأقنعة نتاعهم. قادرين درك هو يروح لقايد صالح تعاود تمسك جهة واحدة أخرى يعودوا. هذو ناس وجوههم لا تستحي، فهمت؟ كاين ناس لربما، كاين ناس لربما راهم فاقوا متأخرين، قادر يصير هو أنه كاين ناس اللي راهم قال مثلا راهم كانوا ماشيين مع النظام، وكانوا هما يعتقدوا من انه هذا الناس اللي راهم في النظام راهم ناس وطنيين وراهم يحرصوا على المصلحه نتاع البلاد الى غير ذلك، ومن بعد اكتشفوا باللي راهم كانوا يتبعوا في الريح. قادر يصير، ولكن هذه التوبه الجماعيه على مستوى 48 ولايه، وين انك تشوف انت في ناس كانوا ماشيين على طول الخط مع التوفيق، من بعد ثم نقلبوا طول على طول الخط. ناس كانوا ماشيين مع بوتفليقة ما عندي ما نقول لك، هو الراس نتاعك يحبس لما تشوف انت ناس سيد راهو حابس بالكروسة وهو ما راه ماهوش على العهد الخامسة والاستقرار وكذا 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 وكذا، وراهو الحلف الأطلسي على الأبواب وراهو كذا، ومن بعد صاروا يلعنوا فيه صباح مساء. بالتالي فيه تغيير تاع أقنعة. الآن راهم صاروا ناس يلعبوا في دور تاع المعارضة، مازال هم محتضنين القنوات الفضائية، مازال هذه القنوات الفضائية ولو أنها غيرت من الديكور تاعها من الخطاب تاعها، دون هو أن نظهروا نذكروا في الأسماء. يعني راكم شفتوا مثلا غير شكيب خليل، مثلا شكيب خليل كيفاش هما نهار اللي خرج الأمريكا وش هضروا عليه، ولما رجع وش هضروا عليه، ربراب نفسه كيفاش هو نهار اللي كان في الجزائر، كيفاش كان هو يسربي لهم ويديو في الإشهار سواء الصحف ولا القنوات الفضائية، ومن بعد لما صارت مشكلة هكذا كيفاش عاودوا طاحوا عليه، ومن بعد ثم رجلوها ولات الأمور لاباس، ومن بعد صار براب يا خويا وها هو مع الرئيس الفرنسي وراهو شرف الجزائر وراهو دار وراهو دار وراهو دار، ومن بعد ثم يلا يا الله مباشر على الوحدة نتاع الليل، يا الشعب الجزائري نوض، رب راب راهم هزوه، يا الشعب الجزائري نوض تحرك. إذن فيه تغيير تاع الأقنعة. راكم شفتوا ناس صحفيين، قنوات فضائية، صحف، شخصيات مختلفة، رؤساء أحزاب،
في البلديات في الولايات راه فيه تغيير الأقنعة بشكل اللي غير ربي اللي على باله به. وتغيير الأقنعة هذا هو ليس خاص فقط هو بالصحفيين هذو ولا بالناس اللي راهم في الأحزاب السياسية ولا بسمو، بل حتى الفوق في القيادة. يعني ذوك انت القايد صالح وين كان؟ ألم يحضر القايد صالح في فالدوغراس؟ ألم يحضر القايد صالح مع هذا السعيد بوتفليقة؟ كان يتعامل هو مع بوتفليقة وفخامة الرئيس والقائد الأعلى للقوات المسلحة، راه التسجيلات راه مشهورة في اليوتيوب قادرين تطلعوها. كان ماشي معاه إلى غاية تاع العهدة الخامسة ومشاو خلاص قرروا على جال باش يعقبوه وصي كان معاها. وكان في بعض المصطلحات يقول المغرر بهم، هذا مش كلام تاعي أنا، كلامه أنا قلت منذ البداية، منذ البداية في بداية الحراك كنت أحذر وكنت نقول باللي راه فيه جهات راها هي تستعمل في بعض الأشياء، وكنت نحكي على هذه القضية نتاع الدول العميقة. الآن درك هما راهم صاروا هما يحكيوا على هذا الأمر، هذا من خلال معلومات، ما راهمش يهضروا غير هكذاك برك. بالتالي دوك هذه القضية نتاع الاختراق كانت موجودة منذ البداية. درك الآن فيه ناس راهم يحاولوا يوجهوا، راهم يحاولوا يأطروا التأطير اللي يحكيوا عليه في البيان هذا نتاع وزارة الدفاع. هو مش تأطير نتاع هاد الناس اللي راهم يتحركوا، ولا خطر عليه إذا كان انت خليت هذا الشعب هذا اللي راهو درك هو في حالة ثورة، في حالة هيجان. وكنت قلتها لكم في تسجيلات سابقة وفي كتابات سابقة باللي راها المسألة ماشي كيفاش تخرج الشعب، قلت لكم باللي المسألة كيفاش يعود يرجع الشعب. وحتى أذكر المثال قلت لكم باللي الإنسان اللي راه درك هو يشعل غابة موش كيف ما الإنسان اللي طفيها، تشعلها شيء عادي شيء سهل، هو أنه عرف كبريت والغابة شعلت، ولكن وش يطفيها؟ الشعب الآن راه خرج وش يرجعه؟ لحد الآن الشعب مازال ما هوش في حالة ثورة، راهو الآن راهو في حراك سلمي. خرج هذاك الحراك على هذه المجموعة نتاع الدول العميقة، ولكن مازال هم متواجدين على مستوى 48 ولاية وفي الخارج، وبدات العملية نتاع التأطير، بدات العملية نتاع التأطير. هاد الناس اللي هما درك راهم متواجدين في الخارج، هذا الكلام اللي قلته انا ماشي الان في 2000 ماشي الان، رانا في افريل 2019 حكيتو في الايامات الاولين، والتسجيل راه موجود الكلام تاعي موثق. النهار اللي تحدث على القضيه نتاع اجهاض الحراك، محاولات لاجهاض الحراك، وقلت لكم باللي ناس راها تأطر، وعطيت كمثال الناس اللي كانوا في تولوز باللي جيلي روس قبل ما في الجزائر، في الجزائر في تولوز، ومن بعد في فرنسا في باري، ومن بعد في الانجليز راهم باللي جيلي روس. وهذا الان اللي جيلي روس راكم تشوفوا فيهم درك راهم موجودين في العاصمه. يعني انت أطر لما ذوك الجيش يقول للشعب باللي لازم القضيه تؤطر، لا خليهم هما برك يأطروا. إذن فيه عملية تاع تنسيق راها موجودة، فيه عملية تاع تحضير، والآن فيه ردود فعل موجودة على أرض الواقع من خلال الاعتقال هذا نتاع واسمه نتاع ربراب وهذا كونيناف. فيه ردود فعل راها موجودة على أرض الواقع، راها بدأت الناس تتحرك وماناش عارفين الأمور وين راها راح تروح. ربي يستر البلاد. لذلك درك انا ما رانيش ندافع عن القياده نتاع الجيش، راني نحلل في هذا الخطاب اللي راه موجود من خلال الشيء اللي نعرفه،
من بعد الله يسهل على كل واحد. اذا فيه قضيه نتاع تغيير نتاع اقنعه، قنوات فضائيه في الداخل في الخارج، صحفيين، رؤساء احزاب، تنظيمات، حركات. الناس راه صارت كل جمعه تروح تدي صور على جال باش قال واش غدوه يا راني شاركت انا في الحركه سي محمد، واش حاب تقول لي انا بلي انا انا راني كنت في الشارع سي محمد. لذلك الاخوه والاخوات لازمكم تاخذوا الحذر نتاعكم، تقراوا هذا البيان هذا اللي دارته القياده نتاع الجيش، تقراوه قراءه سليمه. دركا فيه اولويات، الاولويات هذه احنا الناس اللي رانا نعرضوا في هذا النظام، ما هي الاولويات نتاعنا؟ الاحزاب هذه السياسيه ما هي الاولويات نتاعها؟ الشعب بصفه عامه ما هي الاولويات نتاعو؟ القياده نتاع الجيش ما هي الاولويات نتاعها؟ هذه القنوات الفضائيه ما هي الاولويات نتاعها؟ الصحف ما هي الاولويات نتاعها في ظل هذا الحراك؟ واش هي قال مثلا الصحيفه، واش هي الخبر اللي انا نوضعو على الصفحه الاولى؟ يا اخي هكذا ديروا ولا راني غلط؟ قنوات الفضائيه قال واش هو الخبر الاول انا اللي نوضعو في المقدمه؟ احزاب سياسيه نفس الشيء، صحفيين، عامه الشعب، ما هي الاولويات نتاعك في هذه المرحله؟ وان انه راه درك فيه محاوله واضحه من اجل الانقلاب على المطالب نتاع الشعب. الصراعات هذه اللي راها موجوده في السلطه ليست حاجه جديده. الناس اللي كانوا يروجوا من انه راهو مازالوا الى اليوم راهم يروجوا باللي راها فيه عمليه نتاع تطهير داخل القياده نتاع الجيش، وراهم نحاو نحاو نحاو. راني قلتها، راكم تتحملوا المسؤوليات نتاعكم، راها الامور قادره تنقلب في اي لحظه، في اي لحظه قادره تنقلب، وراكم تتحملوا المسؤوليات نتاعكم. راها دول عظمى، او التعنتير في الفيسبوك راهو ما يدير والو، راها دول عظمى، راها بنوك، راها اموال تاع شعب راها موجوده برا. او الفانتازيه ديك راها ما تنفعش. خموا في العواقب نتاع الكلام نتاعكم. لما تقول انت باللي راه فيه عمليه نتاع تطهير داخل الجيش والناس تشوف راه تربط في الاحداث، واش معناتها؟ معناتها باللي راه انقلاب عسكري. ولما دوك راه الناس دوك راه تتحدث على القضيه دوك هذه نتاع الانتخابات الرئاسيه، ما هي الاولويات نتاع القياده نتاع الجيش؟ حتى هذا الخطاب اللي راه مره على مره هما انه يستعملوه. دوك انت هذا الحراك هذا حراك شعبي، حراك عسكري، راك انت تساير في هذا الحراك، راك انت ترافق في هذا الحراك، ولكن ما تصيرش انت تقترح في المواد الدستوريه هاي الماده من الدستور وهاو الشعب انت حضر منا ودير منا وسي انت كذا ودير انت كذا، تصير انت فيما بعد انت تمليع للشعب. والله تراها كاينه الحدود، امنها، امن هذا الحراك. مليح هو انه مره على مره تبعث رسائل قال الناس تاخذ الحذر نتاعها، راه كاين فيه تطورات، راه كاين كذا، راه كاين كذا. والشعب الجزائري هو لا يعتبر في عمومه هذا القايد صالح خاطئ العصابه. القايد صالح واحد من تاع العصابه كان معاهم، حبيتوا تبرؤوه الان ولا كيفاش؟ ولكن إذا كان اتخذ الموقف الصحيح، راني قلتها في تسجيلات سابقة، الشعب الجزائري راهو رايح يتحيلو وراهو رايح يكتب الاسم نتاعو في التاريخ. ولكن إذا كان ما وقعت فيه تلاعبات، وإذا كان ما وقعت فيه محاولات لتحريف هذا الحراك، راهو الشعب الجزائري راهو دوك الآن خرج، ويا ربي يا ربي يسلك البلاد على خير. والمنطقة نتاع القبائل الآن من خلال اعتقال تاع ربراب قادرة تنفجر في أي لحظة. ها
يعني قلت لكم الكلام تاعي راه مسجل، في اي لحظه تنفجر وراكم تحملوا المسؤوليه نتاعكم. على بالي كاين بعض منكم اللي راهو يقول لك ايه ومن بعد ويدزوا معاهم واش راحين يديروا، قادرين نديروا ونديروا. عارف راهو راكم ترتكبوا في اجرام في حق الشعب الجزائري، وراكم دايرين رواحكم باللي راكم تدافعوا للدولة، ودايرين رواحكم باللي راكم تدافعوا للشعب. الاحتكاك هذاك وسياسة الفانتازية راها ما تنفعش البلاد. رانا محتاجين الى خطاب هادئ، خطاب عقلاني، بعيدا عن الدغدغة نتاع العواطف، وبعيدا عن اعطاء مزيد من الفرص الى هذه العصابات المختلفة. ما هو الفرق بين هو انه كانت عصابة تحكمك وتجي عصابة واحدة اخرى؟ ما هو الفرق؟ يتغير القناع، تتغير القشرة، يتغير اللوك. يا هل ترى الشعب الجزائري ذوك الأولوية نتاعو هو الذهاب والحوار مع بن صالح؟ الشعب الجزائري لا يفرق بين بن صالح وبين أويحيا، كلاهما من عائلة واحدة، هذاك من الغرب وهذاك من منطقة القبائل، ولكن يشوف فيهم باللي رموز من توع النظام. الشعب الجزائري الآن في الأغلبية نتاعو يريد تغيير النظام، وخايف أيضا هو على الجزائر، خايف على روحه، لأنه هو اللي راه يدفع الثمن لو كان تتطور الأمور للأسوأ. وموش حاب هو أنه يصرى ما صرى في ليبيا، أو يصرى ما صرى في سوريا، أو في اليمن، أو في دول واحدة أخرى. والشي اللي الآن راه حاصل، بعض من الناس هكذا راهم يقول لك باللي يعني الحمد لله هو ان احنا راه ما صرناش كيما ليبيا، وما صرناش كيما سوريا، وما صرناش كيما اليمن ودول واحد اخرى، وان انه راه صرات فيه دماء وصرت. صحيح صحيح. الشيء المختلف هو انه الجيش الجزائري في التسعينات هذا القايد صالح ما طاحش من المريخ، راهو كان موجود معاهم، وراهو هو بروحه راهو مشارك في الدماء. كاين بعض من الناس اللي راهم حوسوا شغل يقلبوه باللي راهو شغل نظيف وراهو كذا، راهو هو متورط في الدماء، متورط في الآهات، متورط في الدموع، متورط في المآسي. في التسعينات كان معاهم. فرق بين التسعينات والآن هو انه الجيش في تلك المرحلة، لا أقول الجيش كله، القيادة نتاع الجيش كانت هي ضد الإرادة نتاع الشعب. الآن القيادة نتاع الجيش ليست مع إرادة الشعب. سمعوا الكلام نتاعي مليح، ودقوا الكلام نتاعي مليح. لحد الآن إلى غاية هذا اليوم القيادة نتاع الجيش راها فقط ترافق وتساير في هذا الحراك، ما دخلتش في مواجهة مع الشعب. وحتى هو أنه فيه خطاب تطميني، هو أنه راها القيادة نتاع الجيش تعمل على جال باش ما تسيلش قطرة نتاع دم. وفي نفس الوقت الخطاب نتاع اليوم تحذير من أنه راها قادرة تنفلت الأمور، وبالتالي ربي يستر البلاد. فما يجيش واحد هو يبدا يهضر لي يقول لك باللي في التسعينات كانت كذا، ودوك راه الجيش راهو كذا. هو نفسه القايد صالح كان في التسعينات، القايد صالح راهو موجود اليوم. ما كانش على قائد، ما كانش قائد الاركان، كان قائد القوات البريه. وراهو مشارك، واش كان يدير؟ كان يمد في الورد للناس، كان يضرب فيهم بالصواريخ. والله يحكي لي انا واحد الاخ في عمليه من العمليات، عائلات سحقت بهي بولادها، وكانوا يحوسوا يدخلوا في هذا الاسم تاع المصالحه، سحقوهم. من بعد يجيو ناس هكذا يلقاو لك هكذا التفسيرات وفي كذا.
راك مشارك، جات دوك فرصه، راني قلتها في تسجيلات سابقه، فرصه تاريخيه للقياده نتاع الجيش، وفرصه تاريخيه للشعب الجزائري، فرصه تاريخيه للجزائر على جال باش تخرج من هذا الدوامه، باش ما نبقاوش هنا نعاودوا نكرروا في المآسي ونكرروا في الدموع. والحمد لله الان راهو الشعب الجزائري الى حد الان مازال صابر، ولكن الى متى؟ اذا كان هاد الناس راهم هما مع الاراده نتاع الشعب، لو كان هذا الشعب الجزائري في الغالبيه نتاعو هو راهو مع الانتخابات الرئاسيه، لو كان الشعب الجزائري مباشره بعد ما عينوا بن صالح هذاك لو كان روح لدارو وراهو ينتظر، لكن هو مازال الى اليوم الجمعه القادمه راهو راح يخرج، ولا ربما راح تخرج شعارات هذه المره ضد قايد صالح. اذا كان لم يحسن القراءه نتاع البيان نتاع القياده نتاع الجيش، علاش خرج الشعب الجزائري؟ خرج لانه راهو ضد الفكره هذه نتاع الذهاب للانتخابات ببن صالح وهذا بدوي، لانه هذا بدوي يو هذا راهو نفسه راهو كان وزير الداخليه، ونفس الاجهزه راها تخدم، مازالها تخدم، والسلطه هذا وهذا النظام هذا مازالوا مستمر الى اليوم. والشعب الجزائري يريد التغيير ولكن دون دفع الفاتوره نتاع الدم ولا نتاع كذا، يحوس هو انه يكون هناك تغيير سلمي. قال اودي خلاص باسطة، فيه حالة من الاستقطاب، فيه حالة من التجاذبات راها مازالها موجودة ومازالها مستمرة، احزاب راها موجودة داخل هذا الحراك، حركات راها موجودة داخل هذا الحراك، كل واحد راهو يحاول هو انه يستقطب على جلب هو فيما بعد يسعى من اجل افتكاك السلطة. القنوات الفضائية راكم شفتوا كيفاش غيرت الخطاب تاعها، وناس راهم مكلفينهم في هذه القنوات الفضائية، ها هو العقيد الفلاني، ها هو ذاك الفلاني، ها هو ذاك الفلاني، من أجل على جال باش هما يوجهوا الشعب باش تمشي الناس خلف القيادة نتاع الجيش. علاش نمشي معاك اخويا انت؟ واش هو انت باش نمشي معاك؟ واش هو انت فيلسوف؟ علاش نمشي معاك؟ نمشي معاك إذا كان عندك مشروع وراه هو في صالح الشعب، نمشي معاك، نمشي مع المشروع. كيف انت شاركت مع ابو مدين، شاركت مع بن بله، شاركت مع زروال، شاركت مع ابو ضياف، شاركت مع بوتفليقه، شاركت مع قاسدي مرباه، شاركت مع زرهوني، شاركت مع الويزا حنون، شاركت مع جبله، شاركت يا صاحبي ما قلبش تشبعوا والله. زعم هذا كله حب للوطن، هذا الشعب برمته ملايين في الشارع ما فيهم لا فيلسوف ولا فيهم عالم ولا فيهم باحث ولا فيهم ناس يقراو، انتم تعرفوا الناس راها جاهله، الناس راها ما تفهم والو، انتم تعرفوا فقط علماء راهم في الخارج بالمئات وبالالاف، قادرين الجزائر يرجعوها نواره في سنوات معدوده، لم تعطى لهم الفرصه، مازال هالناس ماشيه. واش تنتظر انت من النهضه يدير هاك القايد صالح؟ واش من نهضه تنتظرها انت يدير هاك القايد صالح؟ والله ناس اخرين، ما هو الشيء اللي تفرق؟ واش هو الشيء اللي تغير؟ نفس الاخطاء راها تعاد. ثقافه الانقلاب هذه ليست جديده، ربما في المرحله الاولى نتاع بن بله ونتاع بومدين لا ربما الناس تقرا الاعذار، خاطر الجزائر في تلك المرحله كانت الدوله غائبه، كان الشعب تحت الرحمه نتاع الاحتلال،
فيما بعد كانت فيه محاولات على جال باش تبقى فرنسا بأوجه واحد أخرى، وكانت فيه الاتفاقيات نتاع إيفيون إلى غير ذلك، وصارت صراعات. أخطأ خطأ اللي داروا يوسف بن خدة رحمه الله عشية الاستقلال لتنحية جنرال تنحية واسمه هواري بومدين، واللي هو دفعه على جال باش يستعمل حسم عسكري نفسه، زاد وقع الأيامات الأخيرة مع القايد صالح. وش هو الفرق؟ هذا واسمه القايد صالح، هذا واسمه بومدين، هذاك واسمه السعيد بوتفليقة، والله بوتفليقة أخوه، والآخر واسمه بن خدة. إذا كان درك حابين على جال باش حنا نخرجوا من هذه الأزمات، حابين على جال باش حنا نخرجوا من هذه المراحل الانتقالية، لابد هو أن تؤسس الجزائر على أسس صحيحة. إذن في هذه القضية نتاع تحديد الأولويات، الشعب الجزائري الآن يريد ذهاب النظام. نعم نحن مع الانتخابات، الانتخابات بها اللي الشعب الجزائري يعبر عن الإرادة الشعبية نتاعو. نعم نحن مع الانتخابات، ولكن نحن لسنا أغبياء. هو أنه يجيوا ناس يجرونا قال والله مشي الانتخابات ويلا، والخمسة جويلية راه الناس راح تحتفل، جيب لي أنا كائن من يكون شخص من الأذرع نتاع النظام المختلفة، تحطوا لي انت يا على وين راها الظروف باش انت تكون هناك انتخابات طبيعية، بحيث هو أنه تكون انتخابات شفافة والشعب الجزائري يعبر بصدق عن الإرادة الشعبية نتاعو. راها متوفرة ماهيش متوفرة. أحمد هذا اللي اسمه بن صالح، بن صالح راهو في التسعينات جابوه الجهاز تاع المخابرات، حطوه على الرأس نتاع الندوة تاع الوفاق هذيك، وداروه في هذاك المجلس المجلس هذاك الاستشاري اللي داروه، وكانوا فيه مجموعة الآن راهم لاعبينها معارضين، هذه واسمها مع بن صالح، هذه زبيدة عسول كانوا معاه، هذا سفيان جيلالي، هذاك عبد المجيد مناصرة، وهذاك محمد عباس المؤرخ هذاك الكبير، كثير من الناس هذيك قريفو، هذيك كثير من الشخصيات اللي هما كانوا موجودين في هذا المجلس هذاك اللي داروا كان يقودوا بن صالح. وش هو الشيء اللي تغير؟ بن صالح الآن راهو على رأس مجلس الدولة، راح انتخابات، وهذا راهو كان والي، هذا بدوي، هذا ما الذي تغير؟ شو هو الشيء اللي تغير؟ باش يكون هناك وضع طبيعي، نحن نعلم بلي المسألة اللي استهلا، وقلنا هنا وهذا الشيء اللي رانا نقولوا فيه كلام منطقي وكلام عقلاني وكلام من أجل المصلحة نتاع البلاد. كي نقول لكم احنا بلي قضية دوك هذه نتاع أنك تمر أنت من النقطة ألف إلى النقطة باء، لازمك تمر عن طريق نتاع المرحلة هذه اللي نسميوها احنا المرحلة الانتقالية. ولما نقولوا احنا هو أنه يكون هناك عمل جماعي، العمل الجماعي أول شيء، ثم راكم خايفين عن الوحدة الوطنية، يا هذا الشيء اللي نقول لكم عليه، نحن نقاسمكم هذا التخوف، رانا خايفين على البلاد، ما نقولوش باللي اكثر منكم ازيد، خلي نكونوا سيدي، انتم تحوسوا على العداله، خلي نكونوا كيف اسيدي بركي. نحن نقاسمكم هذا التخوف هذا، ورانا خايفين على البلاد. اول شيء هو اللي يديروا هذا العمل الجماعي هو الوحده الوطنيه. يعني انت دوك لما تدير انت دوك مثلا شخصيه مثلا من التيار الوطني، لنفترض قال مثلا دوك انت دير مثلا واحد كيما احمد طالب الابراهيمي، هذا راهو مارس السلطه وعنده علاقات مع دول الخليج وعنده مستوى لبس به وموش متورط لا في الفساد الاخلاقي ولا في الفساد السياسي، انسان مهما قلت عليه
راهو جبد روحو، ومن بعد يكونوا معاه شخصيات، واحد قال مثلا من منطقة القبائل من أجل الحفاظ على الوحدة نتاع البلاد، وحدة وطنية، وهذو ما مش رايحين يقعدوا، راهو فقط هو يسير مرحلة انتقالية فيما بعد. الشعب هو اللي راهو رايح يعبر من خلال الصناديق، هو اللي فيما بعد راهو رايح يخير الرئيس. هذه راها فقط مرحلة انتقالية تدوم مدة نتاع عام أو عامين، مش راح يدير، راهو عنده المهمة نتاعو. الوسمو الصلاحيات راها عند الرئيس، هو راهو يشارك معاه، يشارك معاه في الرأي من أجل الحفاظ على الوحدة الوطنية. واحد من منطقة القبائل، واحد من الجنوب، واحد من الشرق، واحد من الغرب، واحد من الوسط، وتكون مثلا معاهم امرأة، شخصيات ماهيش متورطة في الفساد، ماهيش متورطة مع هذه العصابة اللي ساهمت في الانقلاب وإلى غير ذلك. وتروح الناس، أنا قلت لكم باللي هذا مازالني مقتنع ومازالني عندي يقين باللي هذا هو الطريق الصحيح. يكون هناك مؤتمر يشاركوا هذو نتوع الحركة على مستوى 48 ولاية في الداخل وفي الخارج، ويكون مؤتمر في الخارج على جال باش هو يستقطب هذه الكفاءات وهذه الإطارات، هذه الفلاسفة، هذا العلماء اللي راهم موجودين في الخارج، يشاركوا هما في هذا المؤتمر على جال باش نجبدوهم، باش هما غدوة يعاودوا يرجعوا يستثمروا في البلاد، باش نحقوا نهضة مع بعضنا ونديروا مؤسسات مع بعضنا، بعيدا على التصفية نتاع الحسابات. يا خويا معليش، راه درك قال مثلا القيادة نتاع الجيش، ولا راهم قال مثلا الناس هكذا، راهم درك قال مثلا ما لازمناش حنا، الوقت ما يساعدناش، ولا بد حنا درك الان نتصرف يعني كيما نقولوا بسرعة من اجل محاصرة. معاكم اسيدي يا خويا، روحوا قبضوا عليهم كامل، هاي بالواحد هزوهم كامل. ولكن الحل اذا كان تحوسوا على الانتخابات، هاو الطريق. راهو دوك مثلا تجي قيادة هي تسهر على مرحلة امور سياسية، والقيادة نتاع الجيش تمارس المهام نتاعها خويا، وتمشي الناس واحدة واحدة، بعيدا عن تصفية الحسابات، وبعيدا عن الاحقاد، وبعيدا عن السياسة نتاع التفرقة اللي راهم الان يمارسوا فيها ناس، قاسما بالله غير تتحملوا كل قطرة نتاع دم راح تسيل. هذو الناس اللي راهم يظلوا نهار كامل، وهما القبائل والعرب نهار كامل، من اللي يحل عينيه كاين اللي ربما تفتح له قلبه تلقى عربي متكسل ثم في قلبه، وكاين العكس تفتح له قلبه تلقى قبيلي متكسل ثم. نهار كامل من اللي نوض الصباح حل عينيه راهو مع 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 القبيل، والاخر يحل عينيه راهو مع العرب، وفي زوج يزعمون حب الوطن، وفي زوج يزعمون من انه راه مكذا. هذوك قال العرب ما شاركوش في الثوره، وهذوك القبائل ما شاركوش في الثوره، وقاعدين هما يضالوا نهار كامل، وهما كيلقطوا الفار، وهما في اثنين متعصبين ومرضى، مرضى عقليا، في اثنين كي اللي منا مرضى عقليا، هذو محتاجين على جال باش يروحوا يدخلوا المستشفى الامراض العقليه ويتعالجوا. كاين مواضيع الاخوه والاخوات ماوش الوقت نتاعها، هذيك مواضيع تناقش في الهدوء. دوك الان الشعب راهو برا، راه بمجرد هو انه يصرح احتكاك راحت البلاد، فهمت؟ تذوق مثلا رجال مثلا في خلاء، تحدثنا قال مثلا على الموضوع هذا في وقت سابق، وين انه ما كانش هذا الحراك راهو موجود. تذوق مثلا قال مثلا انت راك في ساحه وحدك، والله في خلاء راك تتكلم، راه الناس تسمع في الصوت نتاعك ومنا ومنا، وتتكلم هاك وحدك، بصح هذوك ما راكش وحدك، راهو شعب برا. اذا كان صراح احتكاك وسال الدم، والله العظيم نقول لكم غير الشيء اللي راكم تشوفوه في سوريا وفي ليبيا غير اهون، اهون
هذوك ما عندوش الثروات اللي عندها الجزائر، وهذه الدول هذه اللي راه عندها اطماع في الجزائر، انتم راكم تمهدوا لها في الارضيه وراكم تعطيو لها في الكادوات، وحاسبين رواحكم باللي انتم راكم ضدها، انتم راكم تمهدوا لها في الارضيه بالغباء نتاعكم في الجهتين. وانا الكلام اللي راني نقول فيه، كاين بعض من الناس اللي مر على مره هكذا، خاصه مع هذا الناس جدد هذا والله من هذا الشباب اللي هو ما فاهم فيها، كما يقولوا لا من كوع ولا من بوع، يجي هو يسبك والله يجي كذا، والله ما على بالي فيكم، كي نسمون بلوكيك وروح فوت الطريق، والله ما على بالي بيك حتى واش راك تحكي. لما نتحدثوا الاخوه والاخوات في هذه المسائل هذه على جال باش نجمعوا الناس، فرق بين واحد راهو يفرق بين الناس وبين واحد هو راهو يجمع في الناس. نحن نحاصر فقط العصابة المفسدة، نحاصر فقط الناس اللي هما راهم متحكمين في الأرزاق متاع الشعب، نحاصرهم، ولكن ما نعطيوش الفرصة لهذ الناس اللي راهم يسعوهم من أجل باش يفرقوا الشعب وباش يفتوه. والله الناس هذو اللي راه عندهم أطماع، دائما أنا نجيب المثل هذاك نتاع سكران يعرف باب دارو، راني ضد القايد صالح باش يكون هو على قيادة الجيش، قلتها البارح واليوم وغدوة، ولكن في نفس الوقت لن أكون ضد المصلحة نتاع البلاد، ما نكونش ضد المصلحة نتاع البلاد محال. دوك رانا قلت أنا رانا في مرحلة، في وقت دوك نتا لما نقولوا مهن تكون انت في الطريق راك تمشي وحدك، وراه عندك سياره نتاعك، وراه معاك ناس اصدقاء، وراه عندك العتاد نتاعك، وعندك المؤونه نتاعك، وراك تمشي، وقال مثلا راه عرضك واحد، وانت يا راك تفكر راه عندك الوقت على جال باش انت تروح ليه ولا ما تروحش ليه، وعندك الوقت، ولكن انت راك تمشي في الطريق راك رايح تتنزه ولقيت عصابه في الطريق، ثم داروك براج حبس، هز يديك، واش راح دير؟ راح تفكر، راح تخمم، ما عندكش الوقت نتاع على جال باش تخمم وعلى جال باش انت تفكر، عندك انت لحظات اما انك تمنع من هذاك البراج ولا راح تخرسك في حياتك. البلاد الان راها في هذا الوضع، إذا كنت تحدثت أنت على موضوع ولا مواضيع في وقت سابق، الآن الجزائر في خطر، الجزائر على فوهة نتاع بركان، إما أننا نمنحها وإما أنك أنت راك راح تساهم في هذاك البركان، إما أنك أنت تمنع الجزائر هذه إلى بر الأمان بخطاب عقلاني، خطاب موضوعي اللي يخدم البلاد واللي يوحد البلاد، مش هذاك الخطاب العنصري، خطاب نتاع اللي راهو يفرق بين الجزائريين، خطاب اللي راهو درك هو يحط ناس راهم انهم وطنيين من الدرجه مانيش عارف انا كذا نتاع الملائكه ونتاع كذا، وناس اخرين في درجه الشياطين، مثل ما اتعامل مع شوشان اتعامل مع بوشاشي من اجل المصلحه نتاع البلاد، مثل ما أتعامل مع زيتوت أتعامل مع القيد صالح من أجل مصلحة البلاد، ما كاش حاجة واحدة أخرى. هذا الناس حنا دوك اللي راهم درك هما في الدول العميقة، هذو راهم ساهموا في مأساة نتاع شعب، ضيعوا فرص كثيرة على النهضة نتاع شعب، هذا الناس لازم يتوقفوا عند حدهم، ولكن في المقابل ما لازمناش حنا نعرضوا البلاد لهزات، لازم الناس كل واحد في الاختصاص نتاعو، الناس تتعامل يعني بعقلانية وموضوعية وبحذر على جال باش تمنع البلاد من هذا المأساة، وإلا راكم تتحملون المسؤولية نتاعكم. إذن الإخوة والأخوات فيما يتعلق بهذا الموضوع نتاع هذه الأمسية والخاص بهذا الحراك الشعبي بين تحديد الأولويات و تغيير الأقنعة نتاع هاد الناس هذو، راني عطيت لكم يعني هكذا مختصر حول التغيير تاع الأقنعة، راها من التحت الفوق في نفس الوقت تاع تحديد الأولويات.
الأولوية الآن اللي راها الآن موجودة هي الوحدة الوطنية، هذه هي رقم واحد. ما لازمناش نخليو جهات أجنبية تتدخل في الموضوع نتاع الجزائر، ونحلوا الأمور تاعنا بالحوار. إذا كان درك مثلا القيادة نتاع الجيش ممثلة في القيصر وقالت هو أنه يكون هناك، قال مثلا في هذا الحراك هذا يكون فيه تأطير، وراه العيب. واش هو الشيء الخطير ما دام درك راهو القيادة نتاع الجيش؟ يعني محسوبهم راهم جاهلين، ما يعرفوش درك هذا الناس اللي راهم ينشطوهم. هذي ملا مش جيش، هذي مش قيادة، ملا محسوبهم ما على بالهمش باللي راهم كاينين، على بالهم وعندهم معلومات وعندهم راهم ناس راهم يخدموا، راه أجهزة تشتغل في الجيش وفي المخابرات، عندهم تسجيلات نتاع مكالمات نتاع الناس. إذا كان كنت زيتوت راك تحكي مثلا مع ناس في الجزائر، كل التسجيلات راه عندهم بالفا والنون، تهضر في السكايب في الفايبر في التليفون بأي وسيلة، كل التسجيلات نتاعك راه عندهم. أو العكس، واحد راه يعيط من الجزائر يهضر مع زيتوت ولا مع أي شخص، كل التسجيلات راه عندهم. واش تحسب في روحك راك في عطيل ولا؟ لما على بالهم هذو يو ذو راهم، استغفر الله يا ربي مش راح نقول، لما على بالهم، على بالهم بكل شيء. هما ذركا راهم يمروا في رسائل من خلال هذه الخطابات ومن خلال هذه البيانات، وما نمشي ما لازمش يروح الواحد هو يكون كاينه امور. فهمت دوك المشكل هو اللي راه موجود، واش هو؟ هو انه ما كانش التواصل. لو كان راهو جايين كاين تواصل، قال مثلا درك هما هادو اللي راهم في القياده نتاع الجيش، والله ناس ما حتى سيدي يكونوا في الصف الثاني ولا في الثالث يتصلوا، راهم يعرفوا ناس اللي كانوا مثلا هما معارضين منذ سنوات وراهم يسعوا للتغيير، والله يكون فيه تواصل. يا خويا ما تهضرش مع واسمو تشوف فيه انت باللي قال هذا متصلب، والله واسمو قال هذا زيتوت، والله يا خويا راه هضر مع مرد هنا بالك يكون اعقل منه، راه هضر مع بسعره بالك يكون اعقل منه. حاول هو انك انت يعني، واش هو الغريب؟ هاي ها وقال اعطيك مثال سيدي، كاين بعض من الناس هو لما تجبد حاجه هكذا يقول لك تاك تهضر على روحك. مثال برك، قال الباسبور، واش العيب هو انه يعيط لك واحد من تاع الكونسيلا؟ يا سيدي مش الكونسل، عاون اداري، ها يا سيدي يعيط لك قال السلام عليكم، قال والله العظيم اخويا رانا حبينا نحكيو معك في الموضوع، صحيح هو انه هذا راه حقك وحق الدستور إيه وكذا وكذا وكذا، ولكن راك تشوف باللي البلاد راها في وضع مش مليح، وحنا ماذا بينا يعني باش يعني تساعدونا، والله قال مثلا نلقاو طريقة على جال باش نسمو. يجيك واحد تطلب في جواز سفر تاعك 18 سنة ما تشوفش البلاد، ومش نحكي على روحي برك، يتهمك يسبك والديك تحت التراب، وهو يسب لك والديك، انتم فيكم ريحة الإسلام، فيكم ريحة الوطنية، بعيدين عن الإسلام بعيدين عن الوطنية. في مارس، شهر مارس، عندي الولد نتاعي صغير عنده تيتر دو سيجور هذاك نتاعو هنا في لا بريفيكتور هذه وين راني نسكن، راح يكمل ولاو داروا دوك هذو لي رونديفو. هذا كمثال برك باش تشوفوا التعامل نتاع الناس، خذوا الفكره برك، ركز على الفكره، شوفوا التعامل نتاع الناس. دايرين دوكا لي رونديفو كامل في النت، لازمك انت تاخذ رونديفو بالنات، وعندك مده، لو كان انت تغفل والله تلقى الامور كومبلي، تروح لثما ما يهضروش معك، خلاص روح على الانترنت وهز رونديفو. حاولت محسوب دائما هكذا مشغول بالكتابه ولا بالكلام مع الناس، كل مره يعيط لك واحد كل كذا، قلت انا والله ترى
بعت لهم ميساج، سبت لهم ميساج هكذا، قلت لهم باللي اودي راني زعما باش نهزو رانديفو وراني ما لقيتش، ما لقيت حتى بوسيبيليتي. قالوا لي باللي راهم رايحين يزيدوا يعاودوا يفتحوا كيما نقولوا للناس هذو اللي راهم على بالنا باللي لي فاكونس يكونوا الناس بزاف والطلبات بزاف، راهم رايحين يزيدوا يعاودوا يفتحوا يوم 16 افريل ولا 17 افريل، يزيدوا يضيفوا قائمه واحده اخرى. عاود اطلب. قلت انا الله غالب واش راح دير، لا معرفه لا بيستون لا تليفون لا هم يحزنون. عاود نضرب نلقاها لجوي كامل كومبلي. كيف راح ندير درك انايا باش تعاودوا وسمو تيتر دو سيجور تاعو هذا، كيف راح ندير نضرب. خممت كيفاش راح ندير كومبلي. كتبت لهم ميساج، قلت لهم باللي راهو عندي 18 سنه ما روحتش للبلاد وراني حاب نروح المره هذه للبلاد. بعثوا لي ميساج قالوا لي هاو عندك رونديفو في اقرب وقت. قوري يجيب عنده الحال وخوك الجزائري اللي هو مسلم واللي هو ينتمي للبلاد نتاعك يسبك، يسبلك والديك وهما ميتين يسبك ويتهمك بالكذب وبالباطل وبالزور، وحاسب روحه باللي راهو يدافع عن الوطن، حاسب روحه اسمه. هاد الناس اللي رحلتهم هاد الاطارات هاد والكفاءات هاد اللي راهم موجودين في الخارج ما تستحيوش. الى متى؟ هذه غير كمثال برك. اذا الاخوة والاخوات باش ما ننزلش ناخذ وقتكم كثير، كاين هناك اولويات. اذا هي الوحده نتاع البلاد، لازمنا نوقفوا سد مانيع. كاين فيه تحرشات، كاين فيه اطماع، وما لازمناش ايضا في المقابل نقطه ثانيه ايضا لازم واحد يتحدث عليها. شفت ان بعض الاخوه هكذا من منطقه نتاع القبائل ينظروا للمساله نتاع انها راه عنصريه، باللي ذوك قال مثلا تهز ربراب الناس تتحرك في منطقه القبائل. يا خويا الناس راه تحث على وطن، وهذا الناس في المقابل اللي راهم درك هما يفرحوا كل ما تهز واحد قبايلي والله يديروا العرس. ثم نفس الشيء راكم تدعيوا في اثنين، تدعيوا للمواجهة بشكل او باخر، وراكم تدفعوا للبلاد تدفعوا فيها للهاوية. احنا نحوسوا على خطاب عقلاني، خطاب موضوعي، حوسوا على جل باش يكون هناك تغيير حقيقي من اجل خدمة البلاد. وجبت مرة من المرات مثال ونزيد نعاود سيدي لربما فيه بعض الاخوة هكذا ونختم ان شاء الله به هذا الجلسة هذه. مرة من المرات قلت لكم في تسجيلات سابقة كان فيه رئيس بلدية نعرفه في وقت الفيس، وكانت فيه واحد لوتيسمو اسمها 406 عندنا في برج الغدير، كان فيه شخص تماه كان حاكم هذيك اللوتيسمو هذيك. فيما بعد هذاك الشخص كان متورط في امور هكذا نتاع اهمال ونتاع كذا. هذاك رئيس البلديه تلمو انسان حكيم وانسان هو يفكر في المصلحه نتاع البلاد، قال لهم يا ايها الناس دوك اذا تحبوا هذا الشخص ندخلوا الوسمو ندخلوا للحبس، راهو سهل الحال، ولكن راه المصالح نتاعكم راح تتعطل. اذا تثقوا فيا راكم انتخبتوا عليا خليوني انا ندبر راسي. قالوا له دبر راسك. قال لهم انا دركا نشوف كيفاش نضغط عليه، في نفس الوقت الناس تخدم المشاريع نتاعها. الناس راه كاينه 406 406 نتاع قطعه نتاع ارض الناس تبنيها، وبلات الناس راه الناس ساكنه، اللي راه ساكن ساكن واللي باع باع، وهو داروا له ملف تهمه ونتاع كذا وخرجوه من البلديه هكذاك، راه مسكين هكذاك كذب وتبلعيط وشهاده زور وكذا وكذا، خرجوه انجينيور في الوقت هذاك، اول واحد دخل لانفورماتيك سنه 1990 1990 دخل لانفورماتيك البلديه.
فهمتوا، شهادات كفاءات عطلوها، حطموا البلاد، حطموها باختصار. إذن الإخوة والأخوات، نحن الآن أمام منعرج خطير. ربي إن شاء الله يستر البلاد، وربي إن شاء الله يجمع القلوب. الجزائر راه أمام منعرج. إذا حبيتوا الخير للبلاد، سلطة ومعارضة وأحزاب وشعب، لابد هو أن الناس تمشي تأخذ بالرأي اللي هو يخدم البلاد، بعيدا عن التزمت، بعيدا عن التعصب، وتمشي الناس واحدة واحدة. الحل هو مرحلة انتقالية برئاسة جماعية اللي هي تراعي هذه المكونات اللي راها موجودة، ومؤتمر يتشارك فيه الناس في الداخل وفي الخارج، تقوده شخصية وطنية، ونائب أيضا يكون شخصية وطنية، وتكون معهم مرأة، ويكون مؤتمر في الخارج. أنا راني اقترحت شخصيات، اقترحت لكم أحمد طالب هو أنه يقود هذه المرحلة مع مجموعة، إذا كان ما قبلش هو يكون حمروش ومعاه مجموعة على المستوى يعني يمثلوا جهات مختلفة من الوطن، ويكون شخصية وطنية. قال مثلا واحد كما يوسف الخطيب، أو واحد كما علي بن محمد، شخصية وطنية يقود مؤتمر ومعاه نائب ومرأة تكون أيضا شخصية وطنية، وفي المقابل في الخارج يكون واحد من الناس اللي راهم موجودين في الخارج أيضا. أنا اقترحت يكون هذاك عباس انت عروة، هذاك راه دكتور وكذا، ويكون معاه، تكون معاه قال مثلا شخصية واحدة أخرى من تيار واحد آخر، وتكون معاه مرأة تكون أديبة، ولا أنا اقترحت تكون هذيك أحلام مستغان ميلي مالا، وعلاش لا، ويكون مؤتمر قال مثلا في سويسرا، والله في بلجيكا، والله في دولة مسلمة، ورا المشكل تلتقي الناس ويشاركوا هذ الناس اللي راهم في الحراك في الداخل وفي الخارج، ويناقشوا مشروع نتاع مجتمع، يناقشوا فقط خطوط عريضة، وتروح الناس تدير مثلا اللجنة هذه نتاع انتخابات يقودها. اقترحتكم أنا هذاك بوشاجي على لجنة نتاع إشراف على الانتخابات، أو يعينوه في مجلس الدستوري. كاين شخصيات أخرى معروفة بالنزاهة نتاعها فيما يتعلق بالقانون، والله في كذا، وتمشي الناس وحدة وحدة، حكومة نتاع وحدة وطنية، والله كفاءات وطنية، تمشي الناس وحدة وحدة من أجل النهوض بالبلاد، النهوض بالبلاد، نبني جزائر جديدة. وراني درت لك الكتاب هذاك فيه نتاع الجزائر نحو جمهورية جديدة، أطلب من الإخوة والأخوات على جل باش يقراوه ويطلعوه، راه فيه تفاصيل. هذه باختصار الكلمة انتهي. إن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان. والسلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته. إذا كان فيه إخوة ولو 10 ولا 15 من الناس يحبوا يدرتشوا معي هكذا، ممكن يدرتشوا بعد المباشرة. تحياتي لكم جميعاً.